الوفود السياسية. هسه وفود حكومي. أستاذ أنس، بعد دخولنا ائتلاف الدولة بالوفد السياسي ومشاركتنا في حسم رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وترجمة النقاط السياسية إلى المنهاج الوزاري، الآن اللعبة بيدمن بالمنهاج الوزاري للحكومة، أي الوفد الحكومي المتألف من الديمقراطي الاتحاد التغيير، ولعلمك رئيس الوفد من التغيير وزير المالية. الوفد لحد الآن لم يزور، ليس ببغض، لكن الوفد حاضر. لماذا؟ هذا هو السؤال. لماذا كان المفروض بعد انتهاء المؤتمر الوفد يزور لوضع آلية زمنية لتحديد هذه المطالب اللي احنا خلينا لها سقف زمني ويا الأخوة بالقوة السياسية؟ اللي احنا ما يصير عندنا آلية زمنية وتواقيع ومضامين وموقعة، تشريع قانون النفط والغاز، تحديد الموازنة، نسبة الموازنة، المادة 140. ليش ما راح الوفد لعد حتى انا ولا تنسى انت انا اجاوبك. اليوم السوداني في سباق مع الزمن، الرجل يقول لك اني اريد انجز، صح صح، وانتو ايضا جزء صح من صح الحكومه، والحكومه حكومه خدمات، صح، والشعب الكردي اليوم عنده استحقاقات يقول لك اني ما احصلها، انتو تقولون السبب المركز يقول السبب. انتو انا اعتقد هسه سيد محمد الشيع السوداني النقطه الهامه جدا اللي بباله هو اقرار الموازنه، هاي احدى الاولويات اللي عنده. اقرار الموازنه اي بمعنى راسا فتح ايد سيد محمد الشيع السوداني لتقديم الخدمات وتقليل نسبه الفقر والبطاله. ولا تنسى الموازنه اكبر وافخم، انا ايش قلت لك قبل المقابله؟ قلت ستكون موازنه اكبر وافخم موازنه على حدود اذا في العراق. قالوا شلون تعرف؟ قلت اعرف. وبالفعل تحددت من 120 الى 135 مليار دولار. هاي اهم نقاط، هاي اهم شيء اللي السيد السوداني يفكر. ولكن سبب عدم زيارة الوفد خلاف سياسي بين الديمقراطي والاتحاد. ان لم يحل الخلاف السياسي لن يتوجه، لان هذا الوفد وفد مشترك، والخلاف السياسي هو بعد انهاء حسم منصب رئاسة الجمهورية مع الاسف. هذا والحقيبتين، حقيبتين الوزارتين الباقيتين. اي نعم. نحن ولكن هناك وفد سياسي كبير سيزور السليمانية الايام لحسم هذه المشاكل. ايضا لبعد وفد السياسي سيكون زيارة الوفد الحكومي اللي هو مستعد للزيارة الان. هذا اعتبره تصريح رسمي.